السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إشكالية الطلاق التي انتشرت بين الكثير من أبناء الوطن وبين المسلمين عامة، بل بين كافة بني الإنسانية في كل مكان، في المحاكم هناك وتيرة طلاق متصاعدة بشكل غريب. إذا كنا في الحلقات السابقة تحدثنا عن هذا الموضوع من زوايا مختلفة، اليوم غنتكلم على واحد السبب كبير وخطير هو اللي كيكون وراء معظم أنواع الطلاق. إنه بفعل الشيطان الرجيم. الشيطان مهندس الطلاق، إنه يهندس ويخطط ويبرمج لكي يصل إلى الطلاق، إلى تفكيك الأسرة، إلى تشرد أفراد الأسرة، وإلى ضياع حقوقهم العائلية. رب العزة جل جلاله من فوق سبع سماوات يخاطب بني البشر ويقول جل علاه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا الشيطان الرجيم يبحث دائما عن خلخلة استقرار الأسر. فربنا عز وجل خلق الحياة جميلة وجعل فيها رسالة عظيمة، تتحقق هذه الرسالة من خلال الزواج، وهذا الزواج يكون من المفروض أن يكون مستقرا ومستمرا، وكلما كان مستقرا ومستمرا إلا ومهد التحقيق للحياة الطيبة وكان سببا للتعمير. هنا الشيطان يبحث كيف يدمر الحياة الإنسانية، كيف يفسد حياة الناس. هذا هو شغله الشاغل، وهذه الغاية العظمى لدى الشيطان. كل يوم له برنامج مع بني الإنسان، ولكن فرحته الكبرى حينما يصل إلى قدرته على تفريق بين الزوج والزوجة. هنالك إبليس يفرح فرحا لا يضاهيه أي فرح. اسمعوا أيها الأحبة الكرام لقول نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ يقول: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج، ثم يرسل أتباعه في الأرض فيأتون إليه فيقول لأحدهم: ماذا فعلت؟ فيقول: ما زلت بفلان حتى شرب الخمر. فيقول إبليس: يوشك أن يرجع. ويقول للثاني: وماذا فعلت أنت؟ يقول: ما زلت بفلان حتى سرق. فيقول: يوشك أن يتوب. ويأتي الآخر ويقول له: ماذا فعلت؟ يقول: ما زلت بفلان حتى وقع في الخطيئة. فيقول: لعله يتوب. وهكذا كلهم يقول لعله لعله، إلى أن يأتي آخر ويقول: ماذا فعلت أنت؟ يقول: ما زلت بفلان حتى طلق امرأته. فيقول إبليس: أنت أي أنت الذي فعلت ما تكافأ عليه، ويلبسه التاج. هذا حديث صحيح ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم،
وأخرجه الإمام مسلم وغيره من رجال الحديث، وهو يعطينا الوصفة الحقيقية للصراع بين الإنسان وبين الشيطان. فإبليس كل صباح حينما يصبح كيجمع الأتباع ديالو كيسولهم، واش عرفتوا علاش حنايا نزلنا من الجنة إلى الأرض؟ نحن لدينا معركة، هذه المعركة هي مع آدم وأبنائه، معركتنا بين بني الإنسان. حنا ما نقدروا عليهم، بني الإنسان أعطاهم الله العقل، والعقل فيه الذكاء، وطبعا معروف أن الشياطين والأبالسة عندهم الدهاء. فكيقول الطريقة الوحيدة للقضاء على آدم وأبنائه هي الغواية، فينشر إبليس جنوده، انتشروا في الأرض كل صباح غير كتشرق الشمس، كيقول إبليس انتشروا في الأرض، وكيتمو غادي الأبالسة في هذه الأرض، وكيجي عند بني آدم كيجي حدا ودنه. ملي كتسمع ديك الوسوسة كتكون جالس مع راسك ما كاين حتى شي إشكال، وكتحس بأن عندك رغبة في أنك تدير معصية، أو أنك ملي كتخاصم مع شي حد كتشعر عندك رغبة في الانتقام وكتغضب، أو أنك وأنك كل واحد فينا يعرف هذه الأمور تقع له بين الفينة والأخرى. ديك الساعة خصك تعرف أنك لست بمفردك، راه حداك إبليس وجنوده راهم كيوسوسوا لك باش دير معاصي. كل معصية إبليس كيعتبرها سهلة. الذي سرق كيقول لي لعله يتوب. ما معنى السرقة؟ غير سرق ويقول يا ربي أستغفرك وغادي يتوب. غادي يشرب الخمر يستغفر ربي ويتوب. أي معصية كيقول لي لعله يتوب لعله يتوب. إلا حاجة واحدة اللي هي ملي يوصل إلى أن ينشب الخصام والعراق بين الزوج والزوجة. وطبعا عارفين إبليس مقدار الدهاء اللي عنده، عنده وسائل خطيرة جدا لا تخطر على بالك، عنده قدرات. كنت تلقى في المحكمة، اللي زار المحكمة دي الأسرة الآن غادي يلقى من أنواع الطلاق ناس في رتبة عليا من العقل ومن الفكر، غادي يلقى ناس اللي عندهم مناصب عليا وعندهم دراسات عليا، ولكن إبليس جاهم من الخلف، جاهم من الدهاء، وصلوا إلى الغضب الشديد، وصلوا إلى الطلاق. وكتلقى ولاد عائلات وبنات عائلات اللي عندهم طلاق عيب وحشومة، ومع ذلك استطاع إبليس يوصل لهم. يقدر يقول شي قائل بلاتي هذا الطلاق هو مباح، وإبليس زاد الحيحة كلها عليها، يمكنش. إذا كان السرقة محرمة وشرب الخمر محرم وباقي المعصية محرمة، لماذا إبليس لا يفرح بها وكيفرح بالطلاق اللي هو مباح؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق. علاش؟ لأن إبليس كيفرح بالطلاق لأنه يعلم بأن الإنسان حينما يطلق الزوجة دياله ماذا يقع، وهو أن الرجل يمشي يتزوج مع مرأة ثانية، وربما المرأة تقلب على زوج ثاني، وكيبقوا الأولاد متروكين، شكون اللي غادي يربيهم؟ الأولاد كيبقوا في وضعية صعبة فينحرفون، وقد يقعون في معاصي مختلفة، وهنا غتهدد الأسرة، وإلا تهدمت الكيان ديال الأسرة ديك الساعة غادي يوقع جميع الجرائم، غتلقى السرقة، غتلقى الكذب، غتلقى الغيبة، غتلقى النميمة، غتلقى الفساد، غتلقى الحرب الباردة، وياما غتلقى من أشياء. لهذا إبليس لا يهتز لأي معصية، وإنما يهتز فقط للطلاق، لأن غاية مراده أن يرى العباد جميعا في خصام ويراهم متصارعين فيما بينهم. وهنا كيوصل إلى النتيجة، كيقول لمن استطاع أن يصل إلى هذا الأمر، كيقول لي أنت يعني لا يوجد لك مثيل، فأنت أيها الإبليس الصغير اللي قدرت أنك توصل زوج وزوجة للطلاق فقد فزت على هذا الأبالسة كلهم. وهنا كيفتح الشهية للشياطين أنهم المزيد من الإضلال وتخريب البيوت، وكيستعملوا أساليب كثيرة للوصول إلى ذلك. سؤال، ما هو أول أسلوب كيستعملوا إبليس بين الزوج والزوجة؟ مشينا للمحكمة ديال الأسرة وشفنا عدد ديال الناس غيطلقوا، لقينا بينهم المتدينين
الرجل باللحية ديالو بالهندام سني، وحتى المرأة بالحجاب أو كاع بالنقاب، وكتلقى موقفين الطلاق، وكتلقى الرجل مهندس والمرأة كتلقاها طبيبة، وتلقى الرجل أستاذ جامعي عنده جوج دكتورات، والمرأة كتلقاها في وضعية مريحة ماديا، ومع ذلك يطلقوا. شنو السبب؟ اش خلاو هادو الناس البسطاء العاديين يديروا؟ كتلقى بأن إبليس يستعمل واحد الأسلوب بسيط جدا هو السبب الرئيسي في الطلاق بين المرأة والرجل. هذا الأسلوب الذي يستخدمه هو أسلوب مدمر وبسيط، وهو قضية الكبر. يستعمل الكبر، وصفة الكبر هي الصفة اللي حولته من ملاك مقرب إلى شيطان طريد ولعين من رحمة الله تعالى. إبليس في الأول يقال بأنه كان من الجن، ولكن دار عليه الصلاح وبدأ يتقرب إلى الله بالعبادات، وبعد يقال بعد 40 سنة من العبادة كيعبد الله تعالى عبادة جيدة، الله عز وجل أكرمه فرقاه وقال لي أنت غتعود جالس مع الملائكة، رغم أنك أنت إبليس شيطان غادي تجلس مع الملائكة. فتحول إلى ملاك مقرب، ولكن دخل فيه الكبر. هنا الله عز وجل غادي يغضب عليه وغادي يحوله إلى مخلوق لعين وطريد من رحمة الله، مخلوق مقيت. وبقى ديك الصفة ديال الكبر في قلب إبليس هي اللي خرجته من الجنة وجلبت لي غضب الله تعالى. هنا إبليس نفس السلاح هو اللي كيستعمله مع المطلقين، كيجي عند الرجل وكيقول لي فين هي الرجولة ديالك، هاد المرأة اش كتسوى، هاد المرأة واش عرفتيش دارت ليك، وعائلتها اش كيسواو. وكيبقى ينفخ فيه الكبر، وكيبقى ينفخ فيه ويزيد ينفخ فيه حتى كيبغي يتفرقع من الكبر. وكيجي عند المرأة وحتى هي يا كيبدي ينفخ فيها، كينفخ فيها العناد، يقول لها كوني عنيدة، إلا جاك هو من هنا جي انت من هنا. وكتبقى ينفخ فيها العناد، وبجوجهم كتبدأ عندهم الكرامة وكتبدأ عندهم الشخصية، وتضخم الأنا، كل واحد فيهم عنده الأنا، مع العلم أن الأنا هي السبب في إخراج إبليس من الجنة. ملي ربي عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، أش قال؟ أنا خير منه، أنا خير منه. وهذا أنا هي من الأنانية، هي كتخلي معظم الأزواج كيوصلوا للمحكمة والقاضي كيحاول معهم بالصلح، والمحامي كيخيط بخيط بيض، ومع ذلك ما كيوصلوش معهم النتيجة. علاش؟ حيت خاصنا نوصلوا ماشي للترسانة القانونية، ماشي خاصنا نوصلوا إلى القواعد القانونية والفصول اللي في المدونة ديال الأسرة، خاصنا نوصلوا إلى القلوب والنفوس ديال الرجل والمرأة باش ننزعوا منهم هذا الفتيل ديال الكرامة الزائدة، هذا الفتيل ديال تضخم الأنا، هذا الفتيل ديال الكبرياء، هذا الإحساس المبالغ فيه. إلى وصلنا ننتزعوه من الرجل والمرأة ببساطة كيوقع الصلح بين طرفين، ولكن إذا بقى فيهم هاد النزعة ديال الكبر والأنانية راه واخا المحامي يدافع، واخا القاضي يكون قلبه كبير وكيسعى للصلح، واخا يتجمعوا حكم من أهله وحكم من أهلها، عمرهم ما يوصلوا للنتيجة ما دام الكبرياء في نفوسهم. هاد الأنا المتضخمة المنتفخة بالكبر هي السبب الرئيسي في حدوث الانفصال العاطفي بين الزوج والزوجة، ثم انفصال الحقيقي، وكتنهار المؤسسة ديال الأسرة، وكيخرج الرجل والمرأة إلى المجتمع محطمين يائسين ناقمين، ينشران بتخبطهم ويأسهم الفساد بوعي أو غير وعي. أحيانا كتلقى الرجل مع النساء الأخريات كتلقى في أعلى درجة اللطف، يتلقى مع صديقات ديال العمل، زميلات ديال العمل، هذاك الرجل اللي شتيه المحكمة وهو يا مقطب الجبين ومتكبر وشديد، هو ماشي أصلا هكاك، هو راه لين، لأنك كتوجد مع نساء أخريات في أعلى درجات اللطف، في أعلى درجات النعومة، في أعلى درجات المرح، ولكن غير كيجي مع الزوجة ديالو وكيتبدل، كيعود قاسي جدا، ما كتبقى فيه لا عواطف ولا أحاسيس.
والزوجة كتلاحظ كتقول شوف شوف مع دوك النساء الأخريات بنت خالته بنت عمه الجارات زميلته في العمل شوف كيفاش كيتعامل معهم شوف بالابتسامة وحاضر الراس شوف كيف لطيف وناعم ومرح ومعايا أنا كيدير الجرون وكيعود شديد علاش هذيك الساعة تلبس بإبليس وكيعود فيه الشدة هنا كيجينا الوصايا ديال النبي صلى الله عليه وسلم باش نخافوا ونحضروا من هذا التخطيط ديال إبليس أنه كل صباح يقول للجنود دياله من الأبالسة انتشروا انتشروا فينتشرون وكيجوا عند كل واحد كيدخلوا عليه للمحل دياله والبيت دياله وكيوسوسوا له وكتبدأ الفنية الفنية ديال الطلاق لهذا ربنا عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إبليس يفرح بهدم الأسرة إبليس يفرح بأن يوصل الزوجين إلى الطلاق ثم إلى خراب المجتمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا أيها المسلم ابتسامتك لزوجتك صدقة اعتذارك لزوجتك صدقة تقديرك لزوجتك صدقة مودتك لزوجتك صدقة ثناؤك على زوجتك صدقة غزلك في زوجك صدقة شوف على كرامة نبوية شريفة كيجعل الرجل اللي كيتحده الكبرياء والآناء كيتواضع وكيمشي عند الزوجة وكيتكلم معها بابتسامة بفن الاعتذار بالتقدير بالثناء عليها بالتعبير عن المودة هذه كلها صدقات ليأخذ الرجل المسلم فنعلم أيها الأحبة الكرام الحياة ديالنا راه ماشي هي البشر اللي كنشوفوهم في الوجود راه معنا مخلوقات أخرى راه هي اللي كيسموها علماء النفس بالخواطر وكيسموها ربما بالأفكار الهجومية ولكن هي في الأصل راه وساوس شيطانية هاد إبليس عنده واحد القدرة غريبة باش يوصل الإنسان اسمعوا حفظكم الله نداء رب العزة من فوق سبع سماوات يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون هذا بيان من الله عز وجل من فوق سبع سماوات في الدستور الإلهي العظيم يا بني آدم الله تعالى يخاطب المسلمين واليهود والنصارى واللادينيين كل بني البشر يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة رأى أبونا آدم وأمنا حواء بعدما كان يعيشان حياة استقرار يلا فرحوا يلا استقروا في الجنة بقي قاع مسخنوا بلاصتهم وجاء عندهم إبليس ونزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما شوف المجاز من اللي شنا المحكمة لقينا بعض الرجال والنساء أمام القاضي إبليس نزع عنهم اللباس ديالهم وراهم السوآت ديالهم كتلقى الرجل كيتهم المرأة بأسوأ الاتهامات والمرأة كتغضب وكتقول له هو اللي فيه كذا وكذا والراجل كيعاود يسخنوا عنده الشحنة ديال الغضب كيقول له هي اللي فعل كذا وكذا وكتسمع شي كلام سيء وشي اتهامات باطلة هنا إبليس كيخدم خدام القاضي يلا مسكين مشغول مع القواعد القانونية ومع الفصول القانونية وكيدون حده الكاتب دياله وكيحاول يطفي هذا الغضب ديك اللحظة رأى إبليس خدام كيلوح الفخر في المجمر وكيعاود يسخن داك الغضب وكيمشي الحياة بين مرأة والرجل وكيمشي داك البصيص ديال الاحترام والتقدير ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوءتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم راه هو داخل القاعدة للمحكمة راه جالس معهم واخا كاين الشهود وكاين الحاضرين وكاين محكمة وكاين داك اللي كينظم ولكن راه داخل معنا واحد المخلوق احنا ما شفناش إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وكيبدي يعطي الغضب للرجل والمرأة إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة الذي يريد بالمؤمنين السلام والعافية كيوصينا وكيعاود يوصينا كيقول لنا أيها الناس أول علاقة زوجية ملي تبغي تبدا أول مرة كيحضرنا كيقول لنا دعيوا الله تعالى يحفظكم من المكائد ديال الشيطان. في أول ليلة علاقة زوجية ليلة الدخلة يقول لنا لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذه وصفة طبية نبوية شريفة محتاج لها كاملين أيها الأحبة الكرام باش تكون العلاقة الزوجية مبنية على المودة على المحبة على التقدير. ملي تكون الرجل مع الزوجة ديالو لا يرتمي كما ترتمي البهيمة على بهيمتها ولكن خاص يكون واحد مجموعة ديال الأمور تعبدية يكون متوضئ طاهر يقول بسم الله يقول بسم الله في الطعام بسم الله في اللباس بسم الله في ركوب السيارة بسم الله. دائما اسم الله حجاب اسم الله كفاية من العذاب. نقول بسم الله ونقول دعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يحفظك الله. شحال ديال الناس كما عندهم هذه الفكرة قارين كل شيء قارين الاقتصاد وقارين السياسة وقارين فن التواصل وقارين الطب وقارين الهندسة وقارين شحال ديال العلوم وكينساو هذه الأمور البسيطة لأنها من الدين. الناس زهدوا في الدين فتعذبوا تمحنوا لأن الثقافة الدينية راه ماشي مجرد ثقافة وإنما هي عبادة في الوجود. أكثر من ذلك سيدنا رسول الله يقولنا أنتم غد تحماه إذا استعدتوا بالله من الشيطان الرجيم وحتى وليداتكم حتى ما غد يكونوا محميين. من غتولد الوليد ديالك غتلقاه مبارك غتلقى الوليد واضح وصبوح الوجه وغتلقاه كيسمع الكلام وغتلقى راسه صغير وكيمشي معك في الطريق. فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. كتلقى محمي فعلا كتلقى بعض الوليدات تبارك الله وسلام عليهم كتلقاهم مهدبين ومهدنين وفيهم الحياء وغادين مع والديهم الراس بالراس. أوكي الله يحفظنا وإياكم شي أولاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتلقاهم من لك ولدهم والديهم هما في عذاب حتى كي يوصل الولد أنه يضرب أمه ويسب أباه وكيعذبهم العذاب الشديد. ملي كتسول الأم والأب واش العلاقة الزوجية بعضياتكم النهار الأول كنتوا كتقولوا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول لك الرجل ما عرفش هذه ما عارفها نسابه باش يتعلمها. ربنا عز وجل كيحضرنا من هذا الأمر وكيقولنا بأن الشيطان سوف يشارككم يا بني آدم في الأولاد غيدخل معك في الأولاد غيتشارك معك في الأولاد. قال الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وشاركهم في الأموال كيلك يشاركوا الشيطان في الأموال يبقى يجمع الأموال الحرام في حلال ربا سارقة احتكار رشوة غصب نصب احتيال مو خصو يجمع المال المهم خصو يعود لاباس عليه. ديك الساعة كيدخل معها إبليس كيقول لي هيا واحد الهمزة هيا واحدة أخرى وغادي كيجمع الحرام والحلال وراه هو كله دمار وخراب وكيعاود يشاركوا حتى في الأولاد. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بل منهم من يسيطر عليه الشيطان فكيبدأ يستعمل مع أساليب كثيرة حتى قال لنا الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه نداءات ربانية الله عز وجل يخاطب ليس المسلمين فقط بل يخاطب كل الناس. يا أيها الناس اليهود النصارى وحتى اللادينيين الكل يخاطبهم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فلهذا أيها الأحبة الكرام علينا
أن ننتبه إلى هذا العدو الذي بيننا وسبب مباشر في مجموعة من المصائب والويلات التي تصيبنا في حياتنا. كنت منا أن المستمعين أفاضل اللي هما عندهم خصام بالأزواج أنهم يستعيدون بالله من الشيطان الرجيم، أنهم يعلموا بأن الشياطين لهم بالمرصاد، يتربصون بهما، يضمرون لهم العداوة والبغضاء، يصعدون الخلافات البسيطة ويجعلونها ذات حجم أكبر من أصلها، وكتكون سببا في الفرقة. وصية لكل زوج وزوجة، عليك أن تنبذ صفة الكبر من نفسك ومن حياتك عامة، وخصوصا حياتك الزوجية. دائما استعد بالله من الشيطان الرجيم. ملي تكبر القضية بينك وبين مراتك، ما تفكر تقول أنا غنمشي للمحكمة، أو المرأة تقول أنا غنمشي عند الجمعيات مناصرة المرأة ضد العنف. لا، في الأول استعد بالله من الشيطان الرجيم، وعندك من الكلمة اللي كينفخها فيك إبليس، أنا أفضل منه، أنا خير منه. يبدأ الرجل كيقول أنا ولد عائلة، أنا من كذا، والمرأة كتقول ليه طيب، كتدخل لي من العناد، إن عكسنا، وكيبقى هو كيتكبر وهي كتعاند، هو كيزيد يتكبر وهي كتعاند، وكنوصلوا للباب المسدود. والباب المسدود هو النوع من الفرقة والعياذ بالله تعالى. فأسأل الله الكريم المتعال أن يهدي جميع الناس إلى طريق الحق وإلى طريق الهدى. ولنتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول الكلام الطيب لأزواجه ولمن حوله ولا يستكبر، كان يمتدح السيدة خديجة حتى بعد مماتها، وكان دائما يفتخر بحبه لعائشة، وكان يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة، الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. وحينما سئل من أعظم الرجال حقا على المرأة، قال زوجها. فلما سئل ومن أعظم النساء حقا على الرجل، قال أمه. سمع التوجيه النبوي الشريف، أعظم الرجال حقا على المرأة زوجها، ومن أعظم النساء حقا على الرجل، قال أمه. توجيه نبوي شريف. ما أحوجنا إلى مثل هذه الوصايا والتوجيهات النبوية الشريفة، هي البلسم للجروح والعلاج للأمراض النفسية، واللي هي قوام استقرار المجتمع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.